على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك، وأهلا ومرحبا بكم في مسابقة رمضان لهذا العام، وهي بعنوان قصة وآية، واليوم مع الحلقة الأولى وقصة بقرة بني إسرائيل. سورة البقرة هي أطول سور القرآن الكريمة، ولها مكانة كبيرة بين السور، فبجانب أنها تحتوي على العديد من الأحكام والتشريعات والعبادات والفضائل، فهي أيضا تحتوي على قصص رائعة من أجمل القصص القرآنية، لما فيها من الحكمة والعبر والدروس التي يحتاج كل مسلم لفهمها. بدأت أحداث القصة عندما قتل رجل من بني إسرائيل عمه طمعا بماله، ولم يكن لعمه ولد وأراد أن يرثه، فقتله ثم ألقى الجثة أمام أحد البيوت ليلا، فاتهموا صاحب ذلك البيت بقتله، فقام أهل الرجل يدافعون عنه، وكاد بنو إسرائيل أن يقتتلوا، لولا قال قائل منهم: لا تتقاتلوا، واذهبوا إلى نبي الله موسى ليدلكم على القاتل. فذهبوا إلى موسى عليه السلام وأخبروه بالأمر، وطلبوا منهم أن يدلهم على القاتل، فدعا موسى الله عز وجل أن يبين لهم القاتل، فأوحى الله لموسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة ويضربوا المقتول بجزء منها، فيقوم يخبرهم من القاتل. لكن بني إسرائيل تعجبوا من أمر الله، واعتقدوا بأن موسى يستهزئ بهم، ثم سألوا موسى عليه السلام عن أوصاف البقرة، فقال لهم: إنها ليست كبيرة ولا صغيرة، وإنما هي متوسطة في العمر، ولكنهم لم يفعلوا وعادوا ليسألوا عن لونها، فقال لهم: إن الله يقول لكم بأن لونها أصفر نقي تدخل السرور على من يراها. فلم يفعلوا وعادوا وقالوا له بأن البقرة تشابه علينا، فادع لنا ربك أن يبين لنا صفاتها لنميزها عن غيرها. فقال لهم: إن الله يقول إنها بقرة لا تستخدم في حرث الأرض ولا في السقايا، ولونها صاف لا تشوبه شائبة. فبحثوا كثيرا فلم يجدوا إلا بقرة واحدة توافق الوصف، فطلبوا من صاحبها أن يبيعهم إياها، فرفض أن يبيعها إلا بوزنها ذهبا، فاشتروها بعدما أجهدهم البحث عنها وأتعبهم ثمنها، ثم ذبحوها وضربوا المقتول بقطعة من لحمها كما أمرهم الله تعالى، فقام المقتول بأمر الله وأشار إلى القاتل ثم مات. فكانت تلك الحادثة معجزة من المعجزات الكثيرة التي أنزلها الله على بني إسرائيل. نتعلم من هذه القصة عدم كسب المال بطرق غير مشروعة، عدم الاستهزاء بأوامر الله سبحانه وتعالى، وعدم التشديد على أنفسنا فيشدد الله علينا. اذكر الآيات التي ذكرت قصة بقرة بني إسرائيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتمسكي بعراه كي لا نغرق.